ايه الفرق ما بين البراند والبراندنج؟ الموضوع بيمشي، الناس القديمة عارفة، الناس الجديدة مش عارف عارفة ولا لأ. المفروض ان هي مش بتبقى زي سيشن، احنا بنتبادل الحوار ولحد ما نوصل للمعلومة الصح، ونتناقش ونطرح كيس ستادي، ونقول اسماء كتب، اسماء حلول، وما إلى ذلك بقى. يعني الموضوع بيبقى تفاعلي أكتر ما هو إحنا حد بيشرح حاجة أو إن أنا بشرح أو كده، بس في الآخر كلنا بنوصل للمعلومة في الآخر. فهي أول حاجة بقى معانا، أو أول بوينت معانا، إيه الفرق ما بين البراند وما بين البراندنج؟ اللي يعرف بقى يبتدي يدخل معانا. مين هيستارت؟ شكله أبو رحمن. طيب ايه الفرق ما بين البراند وما بين البراندنج؟ طيب بص، البراند هو اسم العلامة التجارية نفسها، مش اسم ولا لوجو ولا ديزاين ولا كولورز ولا الوان ولا الكلام ده كله. البراند هو حجم الاسم بتاع الماركة دي على مستوى السوق، هل هو اسم مسموع ومعروف ولا هو اسم مش معروف اصلا. زي بالظبط كده الكونسيومر العادي او الشخص العادي جدا لما بيجي يشتري من اي حتة بيقول هل اللي انا هشتري ده اصلا هشتري من براند ولا لا. لما انت مثلا بتيجي تقول لحد انت اشتريت حاجة او هشتري هدوم مثلا او هشتري ملابس او هشتري حاجة، فبتروح انت مثلا قايل له ايه، طيب انت اشتري من براندات، يعني هات الحاجة بتاعتك من براندات، هتلاقي الموضوع ايه، اشتريت حاجة حلوة. لا ده انا في براند جديد اشتريت منه فهو كويس، وما الى ذلك. ده اسم البراند، ده يبقى ده براند، دي ماركة. يعني هو حاجة ان انت بتتكلم في ماركة، ان دي ماركة. طيب ده كده لو احنا بنتكلم كبراند. طب كبراندنج بقى يعني ايه براندنج؟ أتوقع البراندنج هي يعني الاستراتيجيات اللي بنخلي العلامة بتصير براند. يعني مثلا براند فخمة، براند عادية، نحن شو من الفويس نوت اللي بنوجهها نحن، مو هيك ولا أنا غلطان؟ بص، هي نفس اللي انت قلته بس بطريقة مختلفة. يعني هي البروسيس والخطوات اللي انت بتعملها علشان تخلي البراند ده يبقى براند. زي ما احنا قلنا ان انت البراند يعني هو القيمة بتاعت العلامة التجارية او حجم اسمها. هو بقى انت عشان توصل للليفل ده وتبقى براند لازم بتشتغل على براندنج. يعني انت دلوقتي علشان انا دلوقتي اقول ان انا براند فانا لازم اكون عملت براندنج. طيب انت عشان تعمل براندنج بتمشي على بروسيس ومراحل وعمليات بحث وتطوير، وبتمشي على مميزات معينة جوه الشركة بتاعتك او المؤسسة بتاعتك، وبتمشي على نمط معين وسلوك معين بتفضل انت شغال فيه او ماشي عليه علشان توصل ان انت تبقى براند. يبقى علشان انت تبقى براند او تبقى علامة معروفة او اسم معروف، سواء كشخص او كشركة او مؤسسة، سواء كنت نون بروفيت اورجنايزيشن او سواء انت مؤسسة ربحية او ايا كان، عشان تكون معروف لازم بتمشي على بروسيس معينة وبتمشي على خطوات معينة تكون معروفة. تمام، البروسيس بقى اللي انت بتمشي عليها دي والمميزات اللي انت بتحطها والعمليات اللي انت بتكررها كل مرة والتفاصيل بتاعة البراند نفسه، تمام، والخطوات اللي بتمشي عليها هي دي اللي بتوصلك تبقى براند. مثلا تعالوا مثلا ناخد مثال دلوقتي، عشان مثلا ناخد مثلا كوكاكولا عشان تبقى براند.
او تبقى حاجة لها اسم، او تبقى حاجة لها معروف. مشيت على تفاصيل معينة، اختارت ان هي تكون مشروب زي ما بيسموه عندهم ان هو مشروب السعادة، او ان انت افرح مع كوكاكولا، او ان انت تكون مع كوكاكولا حاجة تدعو للسعادة. فدي بروسيس، ان هي مثلا خدت لوجو مثلا وايدنتيتي باللون الاحمر ليها، فده ده دي بروسيس. ان هي خدت الشعار بتاعها ده بالشكل ده وبالرسمة دي وبالنمط ده، فدي براندنج، جزء من البراندنج او من مراحل البراندنج علشان تبقى ليها اسم وليها براند. يبقى ده كده الفرق ما بين البراند والبراندنج. يبقى انت عشان تبقى براند فانت بتبقى حاجة بتمشي على مراحل وخطوات وتفاصيل محددة علشان تبقى براند. يبقى انت بتمشي على خطوات البراندنج علشان تبقى براند. طيب لو انت جيت دلوقتي مثلا حد قال لك انا شغال مثلا على براند، طيب انت شغال على براند، ايه بقى البروسيس بتاعت البراندنج اللي انت بتعملها علشان توصل الشركة اللي معاك دي ليه ان هي تكون براند في السوق، او براند في الايدنتيتي دي، او في الجزء ده، او تبقى في المجال بتاعها حاجة معروفة. تمام، ده الجزء بتاع البراند، او الفرق ما بين البراند والبراندنج. ده الجزء الفرق ما بينه، يعني لما تقول براند غير لما تقول براندنج. زي بالظبط كده الخلط اللي مثلا بيحصل ما بين كلمة مثلا ماركتنج ريسيرش، تمام، والجزء بتاع مثلا ماركت ريسيرش. تمام، في ناس بتبقى شغالة مثلا ماركتنج ريسيرش وتقول لك انا شغالة ماركت ريسيرش، في حين ان هو شغال مش شغال ماركت ريسيرش، هو شغال ماركتنج ريسيرش. وفي ناس بتعمل العكس وما الى ذلك. زي في اختلاطات في المسميات كتير، من ضمنها او من اهمها اللي بتبقى موجودة كتير في السوق، الفرق ما بين البراند او تعريفه وتعريف البراندنج. تمام، طيب ده الجزء اللي فات او الجزء الاولاني. أسئلة بقى ومناقشات بقى، حد عنده أسئلة أو في الجزء ده؟ ايه البروسيس بتاعت البراندنج اللي انت كنت لسه قايل عليها دلوقتي؟ طيب البروسيس بتاعت البراندنج هنجيلها، تمام، بس هناخد الفروق ما بين المصطلحات والتعريفات، بحيث لما نتكلم في البروسيس في الآخر تبقى أنت خلاص أنت عارف الدنيا ماشية إزاي. بس هي ليها وقتها، يعني ليها طيب مكانها. أستاذ محمود، برأيك التسويق الجيد بيصنع براند؟ يعني هو خطوات البروسيس يعني قريبة من خطوات التسويق الجيد، ولا ما لها اكيد علاقة طبعا. لا لا، هاي ليها علاقة الجناح؟ جزء الشغل بتاع البراندنج، او لما تشتغل كبراندنج على براند، على اسم معين او على شركة معينة عشان تصنع منها براند، ده من تفاصيل السوق. زي بالظبط كده مثلا الشغل بتاع مثلا نايكي مثلا، هي بتشتغل براندنج لنفسها عشان تصنع لنفسها اسم. تمام، دي من طرق التسويق بتاعتها. يعني مثلا لما تيجي مثلا تقول لك مثلا مثلا لما هي تكون شغالة على الجزء بتاع السباقات والجري وما إلى ذلك، فهي وبتشارك في كل جزء من السباقات العالمية علشان هي خلاص تبقى الراعي للجزء ده، أو اللي شغالة في الجزء ده، فهي بتعمل نفسها براند إن هي بترعى الصحة، وهي شغالة على إن هي إن الناس تكون صحتها كويسة وما إلى ذلك. تمام، فهي ده بتصنع لنفسها براند بس بطريقة معينة أو باستراتيجي معينة. فلا، هو ده جزء أساسي من جزء من الشركات الكبيرة، لازم يكون عندها براند، فبتشتغل على البراند عشان توصل للبراند. فده جزء لا يتجزأ من شغل التسويق أكيد. طيب طيب معلش، ممكن تعطينا هيك، آسف بس سؤال صغير، ممكن تعطينا نبذة مختصرة هيك إنه إيش الفائدة نكون براند قبل ما ندخل على البروسيس؟ تفضل، ما أنا آسف كثرت عليك في الأسئلة. لا لا عادي. بعدك يبقى يدخل محمد نشوف. بص، الفايدة ان انت تبقى براند ان انت تزود في
الماركت سايز بتاعك، مساحتك جوه السوق لازم هتختلف عن اي ماركه مش براند، وتتاخد عملاء اكتر. دي حاجه. حاجه تانية، هي استراتيجيه اساسيه من استراتيجيات التوسع، عشان انت تتوسع وتوصل اكتر وتفتح فروع اكتر ويبقى ليك عملاء اكتر، فانت لازم تكون براند. يعني انت مثلا اي ماركه عشان يكون ليها فروع عالميه او تكون متواجده في اكتر من مكان محليا او عالميا لازم تكون براند. لو بصينا مثلا على مثلا براندات مثلا محليه، مثلا عشان تكون براند، مثلا عندك في مصر مثلا في الفرايد تشيكن اللي معروف فيهم مثلا اسماء محدده، مع ان في فرايد تشيكن كتير جدا جدا في مصر، تمام، محلات اكل متخصصه في اكلات الفراخ كتير جدا، تمام. طب اللي عملوا براند مثلا الاسماء اللي معروفه مثلا في مثلا على ما اتذكر في حاجه اسمها بازوكا، وفي حاجه تانية هارت اسمها اتاك ايه، هارت اتاك بازوكا زاكس بتاع ده، هم دول يعتبر اكتر اسماء دول معروفه. اكتر اسماء، تمام. انا دلوقتي لو انا قاعد مثلا في البيت وعايز مثلا انزل اروح مطعم فرايد تشيكن، خلاص انا مش هفكر بقى اروح فين، انا في 3 براندات او 3 اسماء انا عارفهم اروح اخد منهم، تمام. طب هل البراندات دي او الاسماء دي عملت كام فرع في خلال السنه اللي فاتت مقارنه بالناس اللي هي مش براند؟ لا، انت ممكن تلاقي الناس اللي هي مش براند هي فرع بتاعها ستيل زي ما هو شغال، ما بتعملش اي فروع تانية، تمام. في حين ان البراندات دي او الاسماء دي لا، هي في كل سنة بتفتح افرع كتير، يعني مثلا وممكن تكون فرع في منطقة واحدة، زي مثلا عندنا في مصر في مدينة نصر مثلا، زوكس مثلا فتح فرعين في مدينة نصر، تمام، قريبين من بعض، مش عارف مين ايه، في منطقة تانية يروح فاتح. فهو عشان الفايدة ان انت تبقى براند، اولا الماركت سايز بيعلى اكتر، تاني حاجة مبيعاتك طبعا بالتالي بتكون اكبر، وطبعا الماركت سايز بتاعك بيكون مختلف، او الشرائح السوقية بتاعتك بتكون مختلفة عنك، وفي نفس الوقت بتفيد شركات مختلفة ان هي بتكون عايزة مثلا. ممكن أسأل سؤال؟ اوكي تمام. ازيك يا محمود؟ ازيك، عامل ايه؟ اخلص الجزء ده بس. أكيد أكيد. تمام. زي بالظبط كده، لما انت بتفيد الشركات الكبيرة في ايه، في ان هي بتبقى عايزة مثلا تنزل لشرايح مختلفة في السوق، او ان هي تبيع لناس مختلفة، او تاخد مثلا ماركت سايز مش بتاعها، فبتنزل باسم تاني، فعشان تنزل باسم تاني فهي بتعمل حاجة اسمها اكستنشن براند، ودي هنجلها عشان تبقى هي عاملة براند مختلف، فتبقى هي واخدة شريحة كبيرة من السوق، وفي نفس الوقت هي عاملة براند مختلف، تمام، مثلا واخدة شريحة سي وعايزة تاخد مثلا بي، فبتعمل براند مختلف باسم مختلف بايدنتيتي بكل حاجاتها عشان تدخل في الجزء ده. في 2 كده عندهم سؤال، إسراء، وكان في قبل إسراء برضه كان في حد تاني، فأي حد يدخل يعني. انا ممكن اسال، ما اعرفش مين. محمد اتفضل اتفضل اتفضل. معلش اكيد انا اسف، معلش. ايه بس ايه الفرق بين المحل البراند والمحل اللي مش براند؟ ماشي. بص، المحل البراند انت ده محل، لو انت قاعد في البيت انت وزي ما قلت فكرت ان انت تاكل مثلا فرايد تشيكن او خلاص انت هيجي في بالك اللي معروف، تمام، على حسب طبيعة البراند ده حاطط بوزيشن ايه في دماغك بالظبط علشان تكون متواجد. طيب البراند اللي مش براند هو اوريدي مش بيجي في بالك، ولا انت بتذكره ولا انت تعرفه، وفي نفس الوقت لو جبنا لك المحلين دول او المكانين دول او الشركتين دول، جبنا لك الايدنتيتي بتاعته او الشعار بتاعه باسمه وما الى ذلك، وجبنا لك التاني اللي هو مش معروف اوريدي، تمام، او هو ملوش اسم، تمام، انت لو حطينا لك الاتنين وقلنا لك ده بتاع ايه وده بتاع ايه، اوريدي انت هتبقى خلاص هتختار. تعالى ده مثلا، انا دلوقتي لو انا جيت قلت لك خد ده ايفون
تمام، دي ماركة تانية ما نزلتش مصر قبل كده، واختار تليفون فيهم واشتري، واشتري التليفون بلاش ايفون، سامسونج تمام، وده التليفون تاني مش معروف، هو تليفون من دولة تانية وما نزلش مصر قبل كده وما اشتغلش هنا قبل كده تمام، او انت ما تعرفوش تمام، هتختار انهي؟ تمام. طب انا فهمت النقطه بتاعتك دي. طب في حته بس يعني عايز افهمها زياده، تمام. ليه ما نقولش مثلا ان المحل اللي مش براند هو ما اشتغلش على البراندنج، يعني هو براند بس ما اشتغلش على البراند اويرنس بتاعه، فبحيث ان هو يعرف ينتشر على الناس كلها. ليه؟ يعني انا عن وجهه نظر انا يعني ان البراند ده اليمنتس، اكيد انت فاهم الموضوع، اليمنتس انا بمشي عليها بعملها عشان يبقى عندي براند. وانس ان انا عملت لوجو فده بقى براند، او انا بقيت عامل محلي فده بقى براند. بص، ليه ما نقولش هقول لك على حاجه، البراند ايدنتيتي حاجه، وان انت تبقى براند حاجه، وان انت تشتغل براندنج حاجه. بمعنى اللي حضرتك بتتكلم ده فيه، انا يعني لو شفت التيبل هتلاقيني مفصصه عشان الميستيكس اللي بتحصل دي. براند ايدنتيتي هو ده اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي احنا بنتكلم في الشعار واللون وي 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 وما الى ذلك، ده عنده براند ايدنتيتي، عامل هويه لنفسه تمام، عامل فونت خاص بيه، عامل ديزاين خاص بيه، عامل كولرز خاصه بيه وكل حاجه، بس هو مش براند تمام. تعالى مثلا عدي على اي محل ملابس في، انت حضرتك فين ساكن؟ فين؟ مدينة نصر. حلو، عدي كده في شارع عباس العقاد تمام، مثلا ادخل اي محل هو مش براند، هتلاقي عامل ايدنتيتي لنفسه، حاطط اللوجو نفس اللون، نفس اللون المحل نفس متناسق مع الالوان مع بعضها، ليه لوجو محطوط على اليافطه وكل ده تمام. طيب قول لي، تعالى كده قول لي، انزل هات مثلا من اول عباس من هناك، هات محلات ايه اللي تعرفها هناك. انا كمحمود اقول لك انا ما اعرفش مثلا غير تاون تيم وتاي هاوس ومثلا تاون تيم، دول اللي انا اعرفهم تمام، مع ان الشارع فيه حوالي مثلا 1000 مينيموم، اقل حاجه 1000 محل، صح؟ نعم تمام. تمام. طب ما هو التانيين دول كلهم عاملين حاجه اسمها اللي انت بتتكلم فيها، اللي هي براند ايدنتيتي، بس مش عاملين براند، ما اشتغلوش على البراندنج عشان يعملوا براند، لان الاجزاء دي هي براند ايدنتيتي، مش شغالين على كل البروسيس اللي هي من ضمنها ان انت تعمل ماركتنج كويس للاسم والعلامه وما الى ذلك. وصلت لك الفكره؟ يبقى انا ما عملتش براند اونس. حلو، اللي هي تمام، اللي هي خطوه اساسيه في البروسيس بتاعت البراندنج علشان تبقى براند. بس تمام، يعني انا بقى عندي براند بس ما عملتش براند اونس. لا، انت مش عندك براند، انت عندك براند ايدنتيتي بس انت مش براند. بص، البراند دي هي صفه، مش عمل تمام، هي فاليو، حاجه ليها قيمه انت بتحصل عليها ان انت براند. طب الاجزاء بقى اللي انت بتشتغلها زي اللوجو والبانر قصدي واللون والشعار بتاعك والحاجات دي كلها، هي براند ايدنتيتي، خطوه من ضمن خطوات البراندنج عشان تاخد الفاليو الحقيقيه في الاخر، انت تبقى براند. وصلت لك الفكره ولا؟ يعني شوي يعني، بس حد ما هقول لك على حاجه، هقول لك انا دلوقتي مكان عادي جدا تمام، محل كلوز مثلا ملابس تمام، فانا دلوقتي المفروض ان انا جيت وعشان اعمل الخطوات بتاعت الشغل بتاعي عادي كاني مكان بفتح جديد. طب يا جماعه احنا دلوقتي عايزين نحط هدف لينا، طب الهدف بتاعنا ان احنا نكون براند تمام، ده هدف ان انا اكون براند. حلو، طب يا محمد انا دلوقتي عشان اكون براند هنعمل ايه؟ تيجي تقول لي يا محمود دلوقتي عشان نكون براند محتاجين نشتغل على البراندنج، ان احنا نبني براند، نشتغل على البراندنج، نعمل خطوات البراندنج. طيب خطوات البراندنج ايه يا محمد؟ احنا خلينا الاول كده نبني البراند ايدنتيتي بتاعتنا، نعمل اللوجو باللون بالاسم بيبقى الى ذلك، ونكمل بقى
البروسيس بتاعتنا ان احنا نعمل براند اويرنس ونعمل كذا كذا ونمشي في كل خطوات البراندنج. طيب بعد ما نمشي في الخطوات دي كلها هناخد ايه في الاخر يا محمد؟ هناخد ان احنا نكون براند ومعروفين والناس تعرفنا اكتر. وصلت لك الفكره؟ تمام بجد؟ لو ما وصلتش عادي احنا كده كده معاك يعني. لا لا تمام كده زي الفل زي الفل. كان في مين حد هيسأل؟ كان في اسراء. انا زي كان هو عامله ايه؟ الحمد لله. بص دلوقتي يعني انا مختلفه معاك في حاجه وبعد كده هسال بقى سؤال. مختلفه معاك لما انت بتقول ان البراند دي لازم حاجه تبقى عندها ماني برانشز، والبرانشز دي ممكن يكون كمان مثلا تو ستورز نفس اللوكيشن. عندك مثلا في محل اسمه موبسترو مثلا، او فرضا مثلا هتكلم على ماشي، ممكن كمان موبسترو ده موجود كان في زي بس في كابيتال بزنس بورد، ودلوقتي فتح في جوردن 8. It's still a brand وعنده ال brand identity وكده. It has only two branches. It was a brand since يعني لما كانت كمان one store. حاجة تانية، أنا مثلا من محبين السوشي، ففي زايد أنا في منطقة زايد، في مكان مثلا preferable بالنسبة لي وبالنسبة للناس كتير من سكان زايد اسمه أريجاتو. أريجاتو ده one branch وستيل برضو بالنسبة لنا هو لما بيجي بنفكر في السوشي بيبقى هو recommended بعد مثلا موري سوشي وفويجو. بالعكس أنا شايفة أنه هو بيقدم quality أحسن منه. فدي اللي هو فكرة، هو مش لازم أن الحاجة تبقى منتشرة كتير علشان تبقى brand. السؤال بقى التاني، انا شايفه اني يعني انا بس ببقى لوست بسهوله كده، فانا يعني لغايه دلوقتي انا ما حصلتش على الديفينيشن بتاع يعني ازاي اعمل البراندنج عشان ابقى في الاخر براند. يعني عايزاها تو ذا يعني بوينتس كده ديفايند علشان افهم واطلع بايه هو البروسيس بتاعه البراندنج. بس تمام. بالنسبة لأول نقطة، انتي صح فعلا حضرتك صح، بس الفكرة ان انا اكون منتشر ده مش على مستوى الشيخ زايد او مستوى مكان كبير او ما الى ذلك. لا، هو على مستوى التارجت اودينس بتوعي. زي مثلا ما قلت كده، زاكس هو فاتح في مدينة نصر على مكانين قريبين من بعض، تمام؟ او هو لو هو لوحده في مدينة نصر، لو واخد الاريا دي على ان دول التارجت اودينس بتوعه، فهو خد ماركت سايز اكتر. فهي دي الفكره، في ان هو يكون متواجد اكتر على حسب التارجت اودينس بتاعه. بالنسبه للبروسيس، فهي البروسيس لو احنا اتكلمنا فيها قبل ما ناخد البوينت اللي عليها ميستيكس اصلا او لخبطه في عند بعض الناس، فاحنا كده هنخش في البروسيس واوريدي هيكون في لخبطه، هناخد فيها ريسك اكبر، هناخد فيها تفاصيل يعني ايه، هناخد فيها بروسس اكتر، وفي ناس ممكن هتسقط منها الاجزاء دي. يعني انا مثلا لو قلت في البروسس احنا هنعمل براند ايدنتيتي وبعد كده نخش براند اويرنس عشان نعمل براند، فالدنيا هتخش في بعضها. فخلينا استيل كده يعني ستيب باي ستيب ناخد كل اكسبريشن كده لوحده او كل جزئيه يعني معناها ايه، وفي الاخر بقى لما نقول البروسيس كده ورا بعضها، او مش في الاخر قوي يعني بعد ما نخلص البوينت دي خدنا بقى البروسيس او الستيب باي ستيب، هتكون خلاص الدنيا واضحه خلاص. كل واحد هيبقى عارف لما اقول براند تراست ولا ايدنتيتي او نعمل مانجمنت، خلاص الدنيا هتبقى مفهومه انا المقصود بالاكسبريشن ده ايه. وصلت؟ تمام. بس معلش I lost you في حتة لما انت بتقول مثلا زعكس واخد مش عارفة two branches في منطقة مدينة نصر، فهو كده لامن الجزء يعني target audience بتاعه في المنطقة دي، هو عمله covering. بس still برضو زعكس ده حاجة على مستوى القاهرة كله قرأتي، هو بيحاول يتوسع في مصر كلها. بس انا قلت لك ان اختلافي معاك فكرة ان الستور ممكن يبقى عنده برانش او تو برانشز وستيل يبقى براند. انت قلت انه لا، لازم تبقى حاجة عندها برانشز كتيرة قوي. مش عارف، انا كده هرجع للتسجيل تاني واتشيك النقطة دي.
لا انا عايزه افهم. انا مش حكايه بغلطك او لا لا عايزه اعرف الصح فين. بص هو الصح الصح بغض النظر عن هو برانش او تو برانشز او ايا كان، ان انا لازم أن اكون فاهم كويس جدا جدا التارجت اودينس بتاعي في فيهم قد ايه، وبيزد على ده ببتدي اشتغل انا هبقى براند ولا لا، واخد فعلا انا براند ولا لا. يعني لما اجي مثلا احسب مثلا البراند فاليو او اعمل ايفالويشن للبراند بتاعي، لازم أن اكون عارف انا كنت قد ايه او هبقى قد ايه. يعني مثلا انا دلوقتي واخد 50% من الكلاينتس مثلا اللي في السوق او في التارجت اودينس بتوعي، طب انا عايز اخد اكتر او عدد اكتر علشان اوصل لهم. او لما مثلا باجي ان انا اشتغل على الجزء اللي بنشتغله في الاخر بتاع تقييم العلامة التجارية، وان هي تكون البراند ده بمبلغ معين، تمام. طب انا ازاي هحكم على ده؟ لا انا لازم اكون اوريدي عارف حجمي في السوق. فهي كل الموضوع بيعتمد على ان انا حجمي في السوق اكتر من انه انا ليا برانشز قد ايه. يعني مثلا لو خدنا مثلا ابل فور اكزامبل، بانها اشهر حاجه، هي ملهاش فروع في كل مكان في العالم، مع ان هي من اكبر الشركات في العالم وكانت اغنى الشركات في العالم. دي حاجه. حاجه تانية، في شركات اصلا بتعتمد على انتشار بشكل مختلف، زي مثلا الفرنشايز، زي مثلا الديستريبيوترز، زي وحاجات كتير دول. طيب ايه اللي يفرقه عن ان انا مثلا لو انا شركة تانية او مكان تاني، ولا انا استيل بفتح البرانش بتاعي بنفسي، يبقى انا اللي مسؤول عنه، مش بدي فرانشايز لحد ولا اي حاجة. فدي فيها مش معيار اكتر من ان انا يبقى المعيار بتاعي ان انا اكون التارجت اودينس بتوعي مين، وبيزد على ده ببتدي احدد انا براند في الاندستري دي ولا لا. وصلت؟ طب انا متهيألي كده كده يعني احنا بنقول برضو ان المفروض اي حد عامل اكسرسايز بتاع براند ايدنتيتي هو المفروض كده يبقى براند. يعني مثلا عندك فور اكزامبل برضو ناحيتكم هو ابو حيدر بتاع الشاورما، ده ما يعتبرش براند لان هو مش عامل الاكسرسايز بتاع البراند ايدنتيتي، ده هو برضو ان هو التارجت اودينس بتاعه هو عندهم او يعني حصل على نسبه كبيره قوي من التارجت اودينس، وعامل الاكسرسايز بتاع التارجت بيرسونا تمام، وفتح في لوكيشن التارجت بيرسونا دول بيقولوا، بس هو مش عامل اكسرسايز الايدنتيتي، فانا اي ويل نوت كونسيدر ات ا براند. لكن اي ستور او برانش او وات ايفر براند ثانيه عامله، ولو فرع واحد بس عامله الاكسرسايز بتاع براند ايدنتيتي، ان انا عندي على السوشيال ميديا بماركت بفونت معين بطريقه بلانجج معينه، عندي كالرز بتاعتي ديفاين اند سو اون، ساعتها دو يعني دي حتى لو حاجه واحده هتكون ساعتها مفروض براند. انا هو كده مش براند، هو كده اشتغل على البراند ايدنتيتي، بس هو التارجت اودينس بتوعه كام وهو واخد فيهم كام، بيزد على ده انا اقدر احكم هو براند ولا لا. طب لو هو يعني اديني اكزامبل بنمبر، يعني هو المفروض يبقى كام؟ يعني انا خدت 20% من التارجت بيرسونا مش مثلا براند؟ لا مش كده. انا دلوقتي مثلا انا التارجت اودينس في الاندستري دي نفسها، المجال ده نفسه، او تقييم البراند بيجي من اكتر من نقطه. يعني انا دلوقتي هل انا براند ريكروتشنز ولا براند تراست ولا ايه بالظبط؟ يعني انا معروف عند الناس، لما الناس تقول مثلا ابل او ايفون او كده، هل ده معروف عند الناس بنسبه قد ايه؟ ده ايفالويشن تاني. البراند تجاري كتجاري قيمته المادية قد ايه، تمام. حاجة تالتة، لو انا مثلا كبراند المعدل بتاعي كأرباح وانتشاري في السوق قد ايه، تمام. كل دي يعني كل دي معايير. يعني مثلا لو انا جينا مثلا بتكلم في الحتة بتاعت مثلا لما بنيجي مثلا نسمع حد مثلا بيقول او بيجي مثلا في التلفزيون او في اي نيوز مثلا، ان مثلا البراند ده مثلا بقى مثلا بمبلغ مثلا 5 مليار، تمام. طب هو عرف منين ان البراند ده، او ازاي قايم البراند ده
كاسم براند او كاسم علامة تجارية بخمسة مليون. لا، هو التقييم ده ممكن احنا نعمل تقييم لأي شركة بطرق مختلفة، مش لازم ان هي تبقى براند عموما. لا، هو تقييم لاسم العلامة التجارية ملهاش علاقة بالشركة. العلامة بس تقصد؟ يعني هي دي بقى الفكرة، تقييم البراند نفسه بناء على ايه؟ على هو قد ايه في السوق مثلا، متواجد بالنسبة للشريحة السوقية مثلا، ولا على الجزء بتاع التراست، ولا على أي جزء بالظبط. مثلا أنا دلوقتي لو أنا شركة مثلا هتتباع، طب قيمتها السوقية كام؟ تمام، كبراند بقى الحصة السوقية ليها إيه كاسم براند. ساعتها بقى بنجيب مجموع الحصص بتاعة السوق نفسها، كل الشركات اللي في نفس الاندستري مسجلة او في نفس الجزء ده كشركة بس، ماليش دعوة بقى بالاندستري اللي هي شغالة فيه. يعني مثلا ممكن يكون شركة شغالة في اكتر من اندستري، يعني مثلا ممكن تكون شركة شغالة في مجال الملابس وفي نفس الوقت شغالة في نفس الادوية، في مجال الادوية كمجموعة شركات. فانا ببتدي احسب مجموع الحصص السوقية للشركة دي بس، حصتها الإجمالية كمجموعة شركات قد إيه. بعد كده ببتدي أحسب كل حصة سوقية لإندستري أو قطاع معين هي شغالة فيه، تمام، وباخد الإجمالي ده كله، تمام، مع نسبة البضاعة اللي اتباعت، تمام، هي حسبة طويلة شوية، وبقسمه على متوسط سعر السلع اللي زيها في السوق، المنافس ليه في السوق، تمام. بناء على كل ده ببتدي اطلع في الاخر هي البراند ده كحصة سوقية في السوق قد ايه، هو في السوق قد تمام. ايه. لو انا جيت اشتري الشركة دي هدفع غير الاصول، تمام، لان البراند لو انا عامل براند فدي دم الاصول، انا شركة ده من ضمن الاصول زي المكاتب والبي سيز واللابتوبس اللي في الشركة والمبنى الإداري وكل ده، ببتدي أحسب من ضمن اسم البراند، البراند ده أنت هتشتريه كذا، تمام، كاسم براند الاسم نفسه، كبيعي بقى مش فرانشايز أو أي حاجة، تمام، بيبتدي يتحسب كده. فأنا ليه مثلا أروح مثلا لأي شركة ليها فرع وأبتدي أحكم لا ده هي ليها فرع، لا ده ليها فرعين، يبقى أحسب إزاي؟ لا، هي على حسب حسبة البراند نفسها، هحسبها تجاري ولا هحسبها ايدنتيتي افضل ولا ما الى ذلك، تمام. يعني مثلا لو جينا مثلا نقارن بيبسي بكوكولا، تمام، كبراند هيبقى مين افضل؟ الاثنين competitors يعتبر. ماشي، بس انا دلوقتي عايز اعرف بقى اني براند افضل كشغل سوقي بقى. لا، ما اعرف. طيب كشغل سوقي ببتدي احدد، هل انا هحدد البراند ده كايدنتيتي، هم كالوان بقى وملتزمين بالشغل بتاعهم والوانهم وخطهم وما الى ذلك، ولا هم كاكستنشنز ليهم فروع تانية بمجالات تانية، زي مثلا هم الاتنين شغالين في المية، بيطلعوا مية معدنية، كوكولا ليها فروع عصائر، بتطلع عصائر. طب لو انا بقى عايز احسب من الجزء ده كحاجه اسمها براند اكستنشنز، عشان كده قلت في الاول نشرح المصطلحات الافضل. في حاجه اسمها براند اكستنشن ليهم فروع تانية في مجالات تانية، انهي افضل؟ فهي لازم بنحط تحديد الاول، ولا هحددهم كتجاري؟ فانا بحدد على حسب انا احسبهم كبراند انهي افضل من انهي، او انهي كويس او ما الى ذلك، على حسب هو في انهي حته بالظبط، هحسب في انهي حته، تمام. وبناء على ده ببتدي احسب، تمام. يعني تمام. دخلنا تعمقنا شوية وسيبنا الجزء بتاع الاكسبريشنز، بس تمام. يعني انا يعني ميرسي يا محمود، ميرسي ليك. لا لا، على ايه، انا بجد اصلا الماركت كوميونيتي اصلا، عشان ده اساس المناقشات اللي بتحصل دي. حضرتك ممكن توصلي معلومة معرفهاش، حضرتك توصلي للناس معلومة معرفهاش كده، يعني اوصل لكم معلومة. يعني هي ده شيء كويس، مش ميرسي ليك جدا. لا لا، على ايه. فيا جماعة، الكلام اللي اتقال كتير اللي ورا ده، اللي عنده
اي questions تانية او اي حد اي سؤال تاني معاكم المايك يعني. يعني البراند اكستنشنز كده بتزود من قيمة البراند؟ طبعا بتحسب للفاليو بتاعته ايه؟ طبعا اكيد بتحسب للفاليو بتاعته هو ايه بالظبط. تمام. يعني مثلا لو انت جبت قارنت مثلا مثلا في شركه مثلا اسمها لو انت مثلا قارنت مثلا كبراند بقى اكستنشنز بكام كبراند اكستنشنز كوكا كولا ولا بيبسي ولا سينا كولا؟ يعني انا شايف بيبسي لان عندها برانشز كتيره ولها شيبسي وليها داخله في كذا حاجه اكبر وليها جزء كمان في الكوزموتكس لوف ومش عارف ايه في كذا حاجه تانية كده. هو شايف الاكستنشنز بتاعتها كبيره بس انا ما اعرفش كوكا كولا الاكستنشنز بتاعتها برده عامله ازاي. بس طبعا شغاله ميه معدنيه وعصائر وسكريات والحاجات دي وليها جزء تاني كوزماتكس. انا كنت شايف البراندز اللي تحتها يعني غالبا دوف تحت بيبسي غالبا. لا دوف تحت يونيليفر. مش عارف بصراحه. هي تحت يونيليفر. تمام. طيب احنا كده بس خدنا الجزء بتاع البراند والبراندنج. انا بس يعني I hope ان الناس فعلا تكون فهمت الجزء ده علشان ده فعلا جزء مهم جدا وفي ناس كتير جدا 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 بتلخبط فيه وناس اصلا كمان شغاله في المجال بقى كتير بتلخبط فيه. عشان نخش على الجزء اللي بعده اللي هو البراند. اعرف ازاي كل مرحله تحتها ايه؟ يعني ايه كل مرحله تحتها ايه ازاي؟ مش فاهم يا محمد. اعرف ازاي كل ماركه تحتها. اعرف ازاي يا فاطمه هو بيتسجل بس يعني التسجيل احنا بنتست اكتر من حاجه علشان الدنيا تكون مظبوطه ونظبط الدنيا. فممكن على اخر السيشن ما نلاقيش التسجيل او ما يبقى حجمه كبير نعمل له شورت حاجات كده وشغل بعد كده يتظبط. فحاول نتعذر على قد ما تقدر ان شاء الله باذن الله يكون متسجل خلصان يعني. اوكي ماشي. بص يا مبروك انت لسه داخل كمل معانا عادي. انت محمد عادل بيقول ازاي اعرف ان كل ماركه تحتها ايه ازاي في اكتب براند ستراكشر. هتكتب مثلا يونيليفر براند ستراكشر او هتكتب مثلا كوكا كولا براند ستراكشر وهو بيجيب لك الاستراكشر بتاع كل شركه تحتها ايه وما الى ذلك. في كمان هتلاقي على بنترست اكتر. لو دخلت على بنترست وكتبت براند ستراكشر هيجيب لك واحده وهيجيب لك كل الشركات وكل الاستراكشر اللي تحتها على حسب الاندستري اللي انت بتدور عليها. طيب لو اتكلمنا دلوقتي بقى عن البراند اويرنس، ايه الفرق ما بين البراند اويرنس والاويرنس؟ فاطمه مش عارف ساكته ليه النهارده. فاطمه وعبد الرحمن فرق ما بين البراند. انا والله ما بعرف. انا بعرف انه في براند اويرنس، اول مره اعرف انه في مرحله اويرنس. طيب تمام. غير عن البراند هو في كذا اويرنس، يعني في اويرنس للبرودكت واويرنس للبراند. البراند ان انا بوعي الناس للستوري بتاعت البراند بتاعتي واوضح الهيرو بتاع البراند بتاعي والفيجن والميشن بتاعتي ايه. بركز على البراند، على البراند نيم نفسه، بوضح الفاليو بتاعتي ايه، بحكي قصتها، بحكي الستوري بتاعت البراند بتاعي. غير الاويرنس، الاويرنس العاديه ممكن تبقى اويرنس لبرودكت معين فبوعي الناس للبرودكت ده بيبقى مفيد في ايه او الناس بتستخدمه في ايه. يعني دي معلوماتي في الجزء دوت. طيب بص انت 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 يا محمد قربت الدنيا شويه. بس هي مش 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 كده بالظبط يعني، بس انا هوضحها. بس انت قربت يعني. بس سلمى بتسال المجموعه الكبرى في السوق يونيليفر و
جامبل ولا في... لا بصي في مجموعات كتير جدا يا سلمى، يعني بصي ما تعديش اصلا، كل شركه هتلاقيها اصلا تبع شركه. انت مثلا خشي مثلا الاكبر بقى في المجال ده، انت دلوقتي بتقولي مثلا يونيليفر وجامبل، دخلي بقى معاهم تمام. لوريال، لوريال بقى هم حوالي اي ثينك ان هم 36 شركه تحتها، تحت لوريال تبع المجموعه نفسها، وكل شركة منهم أصلا شغالة في تحتها براندات، ك كبرودكت أو كمجموعة برودكت كبراند. فالموضوع طويل، فلا اعملي سيرش هتلاقي يونيليفر مع إنها في لوريال، مع إنها مع يونيليفر وجامبل، لا بس لوريال أكبر بكتير. تمام. ده مثلا في مجال الكوزماتكس او في مجال السكين كير او الهير كير. فلا في اكتر. بصوا الفرق ما بين الاويرنس والبراند اويرنس. البراند اويرنس لو انا بعمل لماركة سواء منتج او خدمة او شخص او شركة، بعمل لها اويرنس، بوعي الناس بالماركه دي او بالمنتج ده او بالشخص ده او ما الى ذلك، بعرف الناس بيه او بوري الناس مين ده او مين الشركه دي او ايه المنتج ده او ده ايه بالظبط ك ك ك كبرودكت وما الى ذلك. طيب لو ده كبراند اويرنس، ده لو انا بشتغل كبراند اويرنس. طيب لو انا بقى بتكلم كاويرنس بس، لما اجي اقول للناس مثلا ازاي تستخدم مثلا الجاكيت وانت مثلا معدي في المطره، تمام، انا كده بعمل اويرنس، بعرفه حاجه جديده، بوعيه، تمام. اي لما انت تكون بتوعي اي حد باي حاجه، تمام، ده بيبقى اويرنس. لما انا مثلا أو مثلا بتشوف فيديوز كتير مثلا على النت من شركات، تمام، بتقولك مثلا ازاي مثلا تستخدم التكييف علشان يخفض السحب الكهرباء باكتر طريقه ممكنه، تمام. يبقى انا كده بعمل اويرنس، بقول له ازاي مش بعمل اويرنس على المنتج خالص، ده حد عادي جدا وداخل بيتكلم ان هو بيوعي الناس ازاي يستخدموا التكييف عشان يقللوا نسبة سحب الكهرباء. هو كده بيعمل اويرنس، ده كده بيعمل اويرنس، مش بيتكلم على براند سواء مثلا شخص، ولا بيتكلم على براند كأنها شركة مثلا تكييفات مثلا شارب او اي حاجة، مش بيتكلم عن شخص ان ده واحد بيصلح التكييفات، ولا بيتكلم عن، هو مش بيعمل awareness لأي براند أيا كان إيه هو، تمام، أو أي ماركة مسجلة، مش بيعمل وعي لأي ماركة مسجلة. طيب لو هو بيعمل awareness بس، طيب ال awareness ده بس يبقى هو بيوعي الناس عن حاجة، بيعرف الناس حاجة، تمام. طيب ده كده الفرق ما بين لو أنا بقول أنا هعمل awareness عن حاجة، تمام، أو إن أنا مثلا هشتغل مثلا براند awareness. يعني مثلا لما تيجي تخش فيسبوك أو تخش أي channel هتعمل عليها مثلا براند اويرنس، فانت كده السلام بتعمل، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فانت كده بتعمل براند لي اويرنس للبراند اللي انت هتشتغل عليه، سواء بقى انت نازل ببرودكت جديد، نازل بسيرفيس جديدة، نازل بكم بحاجة جديدة. طب لو انت مثلا حد شغال نون بروفيت مثلا، في مثلا لو نفترض ان انت شغال في رسالة، فرسالة مثلا معاها كامبين ان هي بتوعي الناس بخطورة مثلا المياه الملوثة على الأطفال، هي كده بتعمل awareness، بتعمل awareness، بتعرف الناس خطورة المياه عن الملوثة على الأطفال. طيب لو هي بقى بتعمل كرسالة، احنا رسالة وبنشتغل في التطوع وما إلى ذلك وبنعمل كذا، فهي كده بتعمل brand awareness. ده الفرق ما بين ده وما بين ده. يا رب تكون الفكرة وصلت. يعني هو عاوز محط البندل. طيب متى بلجأ للأويرنس؟ ايه؟ زير فاطمة الشبكة متى بلجأ؟ متى بلجأ؟ احنا قاعدين نحكي ان في فرق بين البراند اويرنس والاويرنس، تمام. متى انا كمسوق، غير طبعا نون بروفيت اللي هو هنا الاويرنس في الكامبين مثلا لهم، هلجأ للأويرنس. متى انا كمسوق هلجأ للأويرنس في للبراند؟ يعني لو مثلا نزلوا منتج جديد، بروح بهاي الحالة بلجأ للأويرنس علشان اعرف الناس مثلا بميزات المنتج او كيف يستخدم المنتج. فهذه النقطة بسميها awareness مش brand awareness، صح؟ طيب
بص هقول لك حاجه، هو انا ده بحدده على حسب الاستراتيجيه اللي هشتغل عليها او على حسب اهداف البراند اللي انا هشتغل عليه، سواء البراند ده برودكت او البراند ده او البراند ده شركه. تعالي مثلا نتكلم كده مثلا على ظروف، هل حد مثلا خمس يعني مثلا ممكن تلاقي كل اللي حاضرين في الشيء في الميتنج ده او في الكوميونتي هنا مش عارفين دوف تبع عني شركه، تمام؟ لان اصلا يونيليفر اللي هي بتاعه دوف عملت ايه، خلت دوف نفسها اللي هي اصلا برودكت او مجموعه برودكت هي براند، عملتها براند، تمام؟ لان يونيليفر الشركه الام حطت دوف اللي هو البرودكت بتاعها تعمل بيه براند، تمام؟ دي استراتيجيه هي خدتها عشان تشتغل بيها او تعملها او تشتغل عليها. طيب تعالي مثلا لوريال، مثلا شركه اسمها لوريال، الشركه دي مثلا راحت جايبه شركه تانية، عملت شركه تانية اسمها غارني، وجابت الشركه دي عملتها براند جامد جدا وبدات تنزل تنافس بيه في السوق على الصبغات مثلا والحاجات دي، صبغات الشعر وما الى ذلك. هي الشركه بتاعت لوريال دي قررت ان هي تعمل براند اسمه غارني وتنزله في السوق علشان يعمل منتجات شعر برضو زي ما هي شغاله في منتجات الشعر. طيب هي ليه الشركه دي قررت كده؟ لان متطلبات السوق بتاعها والاندستري بتاعتها متطلبه، او الفيز اللي هي فيها او المرحله اللي هي فيها حاليا متطلبه منها ان هي تكون عندها 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 تعمل اويرنس، لازم توعي الناس بالمنتج ده او تعمل براند المنتج ده عشان يتباع. طيب في منتجات مثلا هنلاقيها مثلا بتتباع في السوق بس مش معروفه، تمام؟ او مش شغاله. تعالي مثلا في منتجات مثلا مش محتاجه ان هي تعمل لها براند اويرنس عند الاند كونسيومر او العميل المستخدم ليها النهائي، الشخص اللي بيستخدمها في الاخر، اي حد عادي مش محتاج ان هو يتعمل لها اويرنس، هي محتاجه يتعمل لها وعي بس عند الديستريبيوتر اللي هم الموزعين اللي بيوزعوا. زي مثلا بالظبط كده لما نروح اي هايبر ماركت او اي سوبر ماركت عادي ونلاقي فيه شوكولاتات محطوطه، اصلا احنا مش عارفين الشوكولاتات دي ولا نعرف الشوكولاتات دي تبع مين ولا بتتباع تبع اي ماركه ولا اي حاجه. هو مش محتاج يعمل ده، هو محتاج يدخل من قرر ان هو يدخل باستراتيجيه تانية، ان هو يعمل ايه، خد المنتج ده كموزع وزعه على كل المحلات او السوبر ماركت بس بسعر رخيص جدا، تمام؟ علشان اللي بيوزع ياخد نسبة كبيرة من الربح واللي بيبيع ياخد نسبة كبيرة من الربح، تمام؟ في حين ان هي دي استراتيجية هو قرر ان هو ياخدها. فبتروح انا كمستخدم عادي او حد دخل السوبر ماركت عادي الاقي الشوكولاتة دي محطوطة في اول صف، محطوطة مع مثلا جنب لمبادة، مثلا جنب مثلا كيت كات، جنب الشوكولاتة العادية جدا، تمام؟ لان طب ليه، مع ان ده عامل براند وده مش عامل براند، لان ده شركه قررت ان هي تخش من الباب ده، ان هي تخش من ناحيه الديستريبيوتر، ومن الديستريبيوتر او الموزع يعني التاجر الجمله يخش لتاجر التجزئه، وتاجر التجزئه يبيع اللي بتاع التجزئه والكونسيومر ياخده عادي، تمام؟ فهي قرارات شركات على حسب الاستراتيجيه اللي هي المفروض هتنزل بيها في السوق ودراستها. وصلت لك الفكرة؟ ايه؟ متى الشركات بتلجأ، يعني الشركات الكبيرة، انا مرة قرأت مقال انه بتلجأ لتجزئة تجزئة البراند لتبعها، يعني ممكن انه الشركة الكبيرة فتروح الشركات الكبيرة اللي هي مثلا البراندات العالية ممكن تلجأ لحاجة اسمها التجزئة، يعني تروح تفتح لها زي مش براند، ممكن نحكي عنها زي علامة تجارية هيك صغيرة، تكون زي السوق السوداء ممكن نسميها، بحيث انها تصرف منتجاتها بطريقة تانية. يعني ليش بتلجأ البراندات الكبيرة، ليش بتلجأ عشان الاكسبايرد، عشان الاكسبايرد والشريحة السوقية والمكسب العالي والمنافسة. يعني انا دلوقتي لو شركة وعندي اكسبايرد قرب فبلجأ للسوق التحتاني، تمام؟ عشان اصرف المنتجات دي واوصل لنقطة التعادل في فلوسها. دي استراتيجية برضو، ان انا مثلا عندي مثلا مليون قطعة، المليون قطعة دول المفروض ان المليون دول عايز اصرفهم بسرعة، علشان لو قعدوا عندي
المفروض مثلا ونفترض ان هو منتج تغذيه، لو قعدوا عندي مفتشين الصحه هيجوا والدنيا هتتبهدل، وفي نفس الوقت هيبوظوا وهيبقى خساره ماديه وخساره مجهود وممكن يتقفل فيها. فانا محتاج ان البضاعه دي تبقى تحت التصريف، تتصرف بسرعه، فابتدي ان انا اسرفها في السوق السوداء وبسعر يجيب لي نقطه التعادل. يعني ايه نقطه التعادل؟ يعني انا مثلا صرفت على مجموعه المليون منتج دول او المليون ايتم دول مليون جنيه، يجيبوا لي مليون جنيه، يبقى انا ولا كسبت ولا خسرت، او لو خسرت ما بقاش خسرت المبلغ المليون جنيه كلهم، يبقى خسرت مثلا 50,000 ولا حاجه. تمام، دي نقطه. نقطه تانية ان انا محتاج اضرب ايه بنفس الوقت انا حافظت على البراند، لانه البراند نفس الوقت فعلا انا حافظت على البراند. تمام، بصي هو احلى حاجه في الماركتنج اصلا او في الشغل بتاعنا ان احنا مش عندنا مسائل حسابيه واحد زائد واحد بيساوي اتنين، لا هو اوريدي انت 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 فكر كل اندستري ليها مليون باب، وكل مليون باب بيفتح مليون باب تاني غير الاندستري اللي غيرها، الافكار مختلفه والاشخاص مختلفه والطرق السوق مختلفه وبوابات السوق مختلفه، يعني الدنيا وكل كيس وكل شركه ليها الدماغ بتاعتها وطريقتها في الشغل والاستراتيجيه اللي تمشي بيها. فده بيخلي ان انا ممكن اي استراتيجيه من اي حته استخدمها لاي حته تانية، زي بالظبط كده ان انا يعني زي الشطرنج كده، انا ممكن استخدم اي تول او اي اضحي بحاجه عشان حاجه العب بطريقه تانية هنا والعب هنا بطريقه تانية، هي نفس الفكره. تمام، فهي استراتيجيات شركات، واللي بيحكم دايما الشغل بتاع الماركتنج الاستراتيجيه نفسها بناء على الارقام. مفيش ارقام مفيش شغل، في ارقام يبقى في شغل، فانا على حسب الارقام اللي موجوده قدامي ببتدي اخد القرار. تمام. طيب استاذ محمود، انا عندي سؤال. انت ما تتوقع انه احيانا الالتزام بمعايير البراند صعب في الايام، يعني ما بيكون عبء على الشركه في الايام الصعبه؟ يعني مثلا لما بيكون العملة متدنية فالناس مش حتشتري مثلا ماكدونالدز، لأنه ماكدونالدز عموما غالي، فهم رح يقدروا يلتزموا بنفس المعايير اللي فرضوها على نفسهم كبراند يعني في الأيام الصعبة، بقصد مش في الأيام العادية. تمام، بص في شركات هتستحمل في شركات ما تستحملش، على حسب الشركه نفسها اصلا عملت كريسيس مانجمنت قبل كده كاداره. بقى نرجع بقى ورا شويه كده قبل الماركتنج كده، كاداره اعمال بقى كاداره، انا كشركه عندي وعي كافي بالاقتصاد بتاع الدوله اللي انا فيها او الجزء اللي انا محيط بيه او المحافظه اللي انا فيها او الحي اللي انا قاعد فيه ولا لا، عندي دراسه كافيه او فاهم كويس السوق عندي بيروح فين بالظبط، والناس اصلا البيهيفير بتاعتهم راحه فين ولا لا. يعني مثلا انا كماكدونالدز المفروض ان انا مثلا زي ما انت بتقول كده ان الناس بدات ان هي فلوسها تقل، فمش هتروح تجي تشتري ماكدونالدز. لا، انا احب اقول لك ان ماكدونالدز من كام شهر نزلت بحاجه اسمها بيج ماك، بيج ماك عادي وبيج ماك كومبو وبيج ماك كومبو او حاجه كده. تمام، هي عندها برودكت الناس كتير بتحبه وبتروح عليه، راحت عملوا منه سمول وسمول عشان تقدر تنزل شويه للشريحه اللي تحت ويقدر يدفع ويشتري الميج باك اللي هو بيحبه. تمام، مش عارف انت شفت الاعلان ده ولا لا. بس إيه؟ طيب بهالطريقه هم غيروا من يعني غيروا من المعايير البراند بهالطريقه؟ لا، ما غيرش من المعايير حاجه. كنت قلت لك هيش حتى يشتغل فعلا، لان هي ماكدونالدز عامله براند، هي دلوقتي ماكدونالدز عامله براند، انت عامل براند فعلا. هو بي 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 مشتري ادمانك، خلاص مشتري دماغك وعارف يدمنك بشكل كويس. فهو لا، هو مش نزل بمعايير البراند، هو بيلعب على الشرائح المختلفه او يشتغل على طرق واستراتيجيات تقدر تمكنه ان هو ما يفقدش الشريحه. الشريحه بتنزل مش بينزل وراها، بس بيحاول يجذبها بالطريقه اللي خلتها تنزل. يعني مثلا بيلعب على الويكنس بوينت ويبتدي يحولها لاوبورتيونيتيز ليه، ويبتدي يحولها لفرص وما الى ذلك. تمام، لا هو استراتيجيات بقى، كل ما بتاع الماركتنج يبقى واعي جدا للي بيحصل حواليه، كل ما الدنيا بالنسبه له هتبقى كويسه جدا، و
هيقدر يفهم كل حاجة. فلا يعني في ناس بتتدارك ده بشكل كبير جدا جدا، وتقدر ان هي تشتغل على ان هي تحافظ على البراند بتاعها حتى لو كلفتها، لو كلفها ده ان هي توصل لنقطة التعادل بتاعها. في ناس بتبقى اصلا ستيبل، هي مظبطة الدنيا دي بتاعتها من قبلها بفترة، من زمان يعني، هي من قبلها عاملة حسابها ان انا عامل اكستنشنز، براند اكستنشنز اللي احنا المفروض نجي لها، في حاجة اسمها براند اكستنشن اللي هو فاتح ليه كذا كذا جزء في كذا حتة في كذا مكان، بحيث ان هو دي تشيل دي. هو عندي دلوقتي شركتين مثلا، شركة مثلا في مجال الأحذية وشركة في مجال التغذية. شركة الأحذية بدأت تنزل، أروح ممولها من شركة التغذية. شركة التغذية بدأت تنزل، أروح ممولها من شركة الأحذية، وما إلى ذلك. I think إن على ما أتذكر ماكدونالدز شغالة في العقارات، أنا متأكد. أه هي شغالة في العقارات عشان تقدر تشيل نفسها. تمام. ودخلت في جزء برضه اليومين دول في مكة فيه، ونزل حتى بحاطط نفسه في الماركت بحته كويسه، وعامل اوفرز كويسه ان على الابلكيشن ان انت ممكن 30 يوم ليك مثلا كابتشينو فري. تمام. ودوت عشان يقدر ياخد من السيجمنت بتاعت البن والناس اللي هي بتحب تشرب القهوه اللي هي بتروح اون ذا ران وستاربكس والكلام ده كله. يعني بالظبط اي حد. انا كل يوم بعدي مثلا في وسط البلد، بعدي على كوستا اجيب منه مثلا الكافيه واروح مكمل على ماكدونالدز مثلا. لا، انا ماكدونالدز حاطه بونر كبير بره ان هي تفتح، ان هي بتعمل كافيه وما الى ذلك. ومن فتره مثلا كنت بجيب الكافيه من ماكدونالدز، لان لا في حاجه مختلفه. فهو بقى هو ده الشطاره بقى. لو في مره كده مثلا جم قالوا مثلا احنا الاكل الجاهز مثلا او السندوتشات السريعه ممنوعه طيب. مثلا في الدولة، لا هو جاهز تاني يوم الصبح يشتغل كافيه بس، مفيش حاجة. بص، غير نشاط كامل اهو، بس هو لا هو قادر ان هو يتغير مع اي تغير سياسي او بيئي او مجتمعي او اي حاجة. طيب استاذ محمود، هلا هون انا طبعا عايش في السعودية، واغلبكم عارف البيك اللي بيقدم وجبات سريعة وهيك، يمكن سامعين فيه انتو. ايوه عارفين، في عندنا في مشروع البيك من اتوقع مش نفس المالك، اتوقع ممكن فرانشايز مش نفس المالك، فرانشايز نفس المالك. بفترة ما بعد كورونا أو بفترة كورونا طبعا قلت المبيعات عنده بشكل رهيب جدا، يعني هذا أمر واقع على الكل. فنحن تعودنا شعار البيك، انت عارفه شعار البيك هو عبارة عن دجاجة او بتقول له انتو فراخ. تمام. بفترة ما بعد كورونا نزل منتج غريب، يعني نحن كلنا استغربنا انه البيك حيبيع هذا المنتج، نزل فلافل او اللي هي انتو بتقولوا لها طعمية. طيب يعني الفلافل مش من اختصاص البيك اصلا، هو شعاره دجاجة يعني، راح نزل فلافل. فنحن كلنا استغربنا، فهذا الشيء صحيح ولا شيء غلط؟ لا غلط، يعني انا رايي ان هو ده غلط. هو انت حبيت تحود، حودت خالص. يعني انت مثلا انت تعرف جد، في محلات مشهوره في مصر اسمها جد، مش عارف تعرفها او لا. ما بعرف والله. ماشي. هو عموما في محلات عندنا اسمها جد. تمام. دي ليها كذا برانش ومعروفه. المحل ده شغال فلافل وشغال دجاج برضو على فكره، شغال يعني شغال كل ده. هو بقى ده عامل ايه؟ استراتيجية الصدمة. هو ده عامل ايه؟ هو شغال لو ده حاود مثلا وغير مثلا بقى يشتغل فلافل بس، فاوريدي اصلا هو خلاص عنده الناس عندها او الكونسيومر بتاعه عنده باك جراوند ان هو اصلا بيبيع فلافل. طب لو هو اشتغل مثلا تشيكن بس، لا هو اوريدي الناس عندها باك جراوند ان هو شغال تشيكن وشغال كل الحاجات تبع التشيكن ايا كانت، هي شغال شاورما، شغال الحاجات دي التانية دي كلها. فخلاص هو هي الناس فاهمة ان هو عن او عندها باك جراوند عن الجزء ده. تمام. فخلاص هو قدر يكستمايز الدنيا اكتر. انما مبقاش ببيع فراخ واروح ابيع طعمية مرة واحدة. يعني هو فعلا ما نجح بالفلافل ابدا ابدا، ما نجح في الفلافل، ولا حدا طلب من عنده ولا نهائيا. حتى هو عدى فتره ما بعد كورونا، يعني بالفتره البسيطه صار يفتح الصباح بكير بعد تقريبا صلاه الفجر،
مع انه هو المعتاد انه يفتح قبل صلاة الظهر بساعة، فبدأ يفتح بعد صلاة الفجر عشان ايش؟ عشان يعني يغري في شريحة الفطور يعني. لا والناس تمام عشان الناس تجي تفطر عنده. عموما لا حد اجى فطر ولا حد اشترى فلافل، فرجع على سياسته القديمة. خلاصة يعني. اوكي يعني هي دي كيسز على فكرة بتفيد بقى يعني الناس اللي بتاخد بالها من الحاجات دي حاجة كويسة يعني، حاجة بتفيد مش حاجة. نشوف تابع انت بقى يعني، انت تابع كده وقول لنا وصل لفين حاليا يعني ممكن عمل ايه. ممكن زي ما بتقول الأخت فاطمة إنه ممكن لفت نظر يعني، ممكن يعني بس مش عارف، بس مش حاسس انها لفت نظر خالص يعني. اصل يعني حتى ماكن ما جه يعمل ده عمل دوت بشكل لذيذ ولطيف، والباكج بتاعت الفطار نفسها ماك في الاول ما كانش بينزل فطار، انا بس عارف وبعد جه فتره اوقات ابتدى كنت ينزل. بفطر في ماك. اه بالظبط، ابتدى يحطها في باكجز لذيذه وما جابش سيره ان هو بيقدم طعميه رغم ان هو فيه سندوتشات طعميه عنده. لا هو كمان كان بي 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 بيقدمها بالبطاطس يعني، هو كان بي ما هو مشهور بالبطاطس تمام. يعني كان بي من نص الوجبه بطاطس تمام، لان ده اصلا هو الكور بتاعه او اللي هو بيعمله. حتى ماك الفطور ما نجح في السعودية يعني، على الأقل في المدينة اللي أنا عايش فيها ما نجح بموضوع الفطور يعني، غالبا في ما مصر كان نجح. كيف؟ عندنا عند غالبا في مصر نجح، أنا بشوف ماك الصبح. اختلاف هو من بقى دولة ده لدولة بيعتمد على اختلاف ال customer behavior و industry نفسها فيها ايه يعني، ال industry دي أو ال customer behavior بتاعك جوه الدولة دي عامل ازاي، وخلفية الناس وما إلى ذلك. زي بالظبط كده في بيع البدل في السعودية غير مصر، وبيع مثلا العبايات وكده في السعودية غير مصر تمام. ده دول ده هما دي ثقافة ودي ثقافة، الاتنين يحترموا، بس كل هي عميل بقى بنتكلم كعملاء، هي دي حاجة ودي حاجة تمام. طب طبعا خلونا بقى نخش في البراند اكستنشن. البراند اكستنشن، طيب لو اتكلمنا عن البراند اكستنشن، انا كنت لمحت عنها واحنا بنتكلم في اول الكلام. البراند اكستنشن دي لما تكون شركة بتتوسع تمام، وهي بتتوسع بتخش اسواق جديدة او صناعات مختلفة او جديدة، فبتبتدي تعمل ايه؟ بتبتدي تعمل براند ليها، للبرودكت الجديد ده او الخدمة الجديدة اللي هتقدمها، لكن منفصلة عن منفصلة عن البراند اللي هي شغالة فيه. يعني لو خدنا مثلا فور اكزامبل المثال بتاع عبد الرحمن، لما مثلا البيك المفروض بقى ما كانش البيك ينزل بنفس الفكر ده جوه محلات البيك نفسها، كان ينزل بيها ويحاول يوصل الناس ان المحلات دي باسم مختلف بتفاصيل مختلفة بايدنتيتي مختلفة بكل حاجة مختلفة، لكن هي تبع البيك تمام، بس هي مش البيك تمام. فانت كده كاكستنشن انا بطلع براند جديد من براند قديم بمعايير مختلفة في اسواق مختلفة ببرودكت مختلفة او سيرفيس مختلفة، لكن معروفة ان هي تبع البراند الاساسي. زي مثلا كده المنتجات بتاعت المية بتاعت كوكا كولا، هي اوريدي البرودكت ده باسم جديد بلون ازرق، ازازة زرقاء جديدة بكل حاجة جديدة، بس هو تبع كوكا كولا. طب لما انا اجيب مثلا ازازة المية دي اقول ازازة المية دي اشتغلوا عليها ازاي كوكا كولا؟ لا، انا اشتغلوا عليها بقى كواحد بتاع تسويق، اشتغلوا عليها براند اكستنشن، هم عملوا براند جديد ومعروف واتشهر جدا باسم المايه، لكن هو مش تبع مش تبع كوكولا نفسها، هي حاجه مختلفه تمام. ده كده لو انا هتكلم عن البراند اكستنشن تمام. طيب حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟
انا عندي سؤال. هلا انت عارف انه رينج روفر من فتره ممكن سنتين ثلاثه اشترتها شركه تاتا الهنديه. طبعا فرق كبير بين شركه تاتا الهنديه وشركه رينج روفر. فبهيك حاله ما بيأثر على نظره الناس لرينج روفر كبراند مش كسيارات؟ اوكي هم ما غيروا في الجوده ولا غيروا يعني، بالعكس استمروا على نفس الخط اللي هم كانوا ماشيين عليه قبل ما تشتريها تاتا. طبعا انا ليش قلت لك تاتا؟ لانه تاتا بالنهايه هي شركه يعني هنديه، يعني مش بتطور رينج روفر يعني. طيب هو على حسب ما بيأثر. يا بص هقول لك على حاجه، مفيش في 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 حاجات كده او اسئله كده بتيجي في الماركتنج مش بيكون لها اجابه صريحه غير بعد الدراسه. يعني انت دلوقتي ال 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 البراند ده هل هو الناس بتوعه عاملين او عندهم براند ايدنتيتي؟ هل هم عندهم ولاء للبرودكت نفسه ولا للماركه نفسها؟ عشان كده في شركات حاليا او معظم الشركات بقت تتجه ان هي تعمل براندنج للبرودكت اكتر من ان هي بتعمل براند للشركه الام. تمام؟ يعني انت مثلا ممكن تلاقي مثلا ديتول معروفه جدا تمام وبراند جدا، بس هي في حين ان هي اصلا ملك يونيليفر. تمام؟ طب لو انت مثلا جيت مثلا يونيليفر اتباعت، الديتول هتتأثر؟ مش هتتأثر. تمام؟ ليه؟ لان هو اصلا خلاص الناس عارفة وفاهمة ديتول، ما يهمهاش بقى تبع يونيليفر تبع، لانه خلاص عندهم ولاء وعندهم لياليتي لاسم البرودكت نفسه او للبرودكت ده او للمنتج ده، هما بيحبوا البرودكت ده. تعال كده مثلا اسأل السؤال ده للناس مثلا بالذات بتوع ايفون. تمام؟ لو مثلا قلت لهم شركة ابل اتباعت هتفرق معاهم؟ لا، هم هيشتروا ابل برضو. تمام؟ لان هم هو انا كنت عايز اتكلم في النقطة دي برضو، ان لما ايفون بقى التقفيل صيني محدش برضو اتكلم لا نفس العملاء، بالعكس قللتش من الفاليو بتاعت المنتج ده، بالعكس الناس كلها يعني سابت النقطة دي واتكلمت عادي وبقت تزيد في شراء البرودكت نفسه وما قلش في السوق نهائي. بالظبط. بس في حاله مشابهه، شركه ام جي كانت سيارات بريطانيه، كانت شركه سيارات بريطانيه قديمه طبعا، هي توقفت فتره معينه، فتره ممكن 10 سنين 20 سنه بسبب انه المالك مات وصار في خلافات. بعدين اجت اشترتها كبراند، اشترتها شركه سايك الصينيه وصارت تصنع سيارات ام جي في الصين، فالناس صارت تقول صينية صينية صينية. يعني خلاص راحت النظرة البريطانية للسيارة الفخمة، صارت الناس تقول لا سيارة صينية عادية يعني مثلها مثل أي سيارة صينية ثانية، معناها ام جي ام جي ما تغيرت الماركة هاي. بس غالبا يا عبد الرحمن ان البوزيشن بتاع ام جي ابتدى يرجع للسوق تاني، الناس في الاول ابتدت تاخد الفكرة دي، بس النهاردة نسبة المبيعات والريت بتاع ام جي بيزيد بشكل كبير، فهي ابتدت ترجع الصوره دي، ممكن عشان هي وقفت فتره. صحيح، بس مش يعني كبراند، انا بقصد كبراند مش نظره الناس كسياره بريطانيه. السياره البريطانيه معروفه بصلابتها بقوتها بتطورها باعتماديتها، لا خلاص يعني مهما تطوروا الان في السوق ممكن يكون هنا افضل كجوده، بس بنظر الناس سياره صينيه، خلاص راحت النظره البريطانيه. هي انا هذا اللي قصدي يعني كبراند، انا مش كسيارات، ممكن تكون سيارات افضل بكثير على حسب الاندستري نفسها وعلى حسب التارجت اودينس هم بيتفاعلوا مع البراند ده ازاي. هم على حسب بيتفاعلوا مع البراند ده بعواطفهم ولا بيتفاعلوا مع البراند ده عشان هم بيشتروا لانه رخيص، ولا بيتفاعلوا مع البراند ازاي. فكل كيس وليها قصتها او ليها الديسيشن بتاعها وحكمها وقراراتها لوحدها، بتبقى اصلا زي دولة مقفولة على نفسها، وعلى حسب الهيستوري بتاعتها والمانجمنت اللي كان شغال فيها هو اللي يقدر يا اما يطلع بيها لقدام او يرجع بيها لورا. زي مثلا شركة مثلا ايفا كوزماتيكس. ايفا كانت شغلها كتير جدا جدا فورما، تمام؟
بعد كده بدأت تخش الكوزماتيكس، بعد كده اتحولت بقت في قسم كبير فيها او جزء كبير فيها شغال كوزماتيك. طب واتغيرت فيها كتير. طب ما الشركة دي الناس لسه بتشتري في ايفا ولسه الناس متمسكة فيها، بس الناس ما تأثرتش عادي، في اجزاء كوزماتيك اشتريتها عادي جدا ما فيهاش اي حاجة، ما فرقتش معاها ان مثلا ايفا غيرت بقت تنزل جزء كوزماتيك كبير وتخلت شوية عن جزء الفارما بتاعها. طب هي ثقافة بقى عملاء، العميل هنا مش فاهم ده من ده، مش عارف ده من ده. طب لو اتكلمنا بقى ده مقارنة بجزء السيارات اللي عبد الرحمن بيتكلم فيه، عميل السيارات حد واعي وفاهم وعارف هيدفع المبلغ ده كله فين، بيعمل سيرش ويدور، حتى لو السيرش هو مش اونلاين او ما عندوش الثقافة الكبيرة دي، لا هو بيسأل وبيشتغل وورد اوف ماوس ويعرف حاجات كتير. فعلى حسب كل اندستري او كل جزء هو بياخد طبعا التارجت طبعا. استاذ محمود اللي هيدفع 10 جنيه مش زي اللي هيدفع بالظبط 100000 جنيه ولا مليون جنيه بالظبط هيختلف يعني طبعا يعني. فعشان كده بقول لك يعني بحاول ابسط اكتر.